وابدا ارسم جواه، هقول له ان انا عايز ارسم نوع زجاج وارسم جوه الحيطه. تمام، تعال نشوف في 3 دي عمل ايه. لو انا وقفت على دي مثلا وقلت له لف كده، طيب هلاقي ان هو جه على الحيطه اهيت. سنة هبقى مرسم في حتة فيهم. طيب خلينا نرسم حتة جديدة اهي اهي، قول ونرسم حتة، وبعد كده هقول له ان انا عايز ارسم جواها حتة زجاج. تمام، تعال نشوفها في 3 دي. لو جيت تحرك وقلت له مثلا انا عايز اشوفها شديد، هتلاقي دي الحته الزجاجه هي اوتوماتيك اتعمل لها اوبننج في قلب الحيطه. ولو انا علمت كده وصغرتها هتلاقي ان هي اتعمل لها فتحه. يعني انا لو جيت في حته من الحوائط ديت الجراوند ولقيت مثلا في هنا حته ازاز مثلا، تمام، هروح اقول له ايه، ارسم لي حته ازاز كيرتن وول، وابدا ارسم الكيرتن وول مثلا هنا. مثلا هنبدا ناخدها بالظبط من لوحه الاوتوكاد. هيعمل ايه؟ هيعمل لي اوبننج في قلب الحيطه. تمام؟ اهي بالشكل دوت. تمام؟ دي بقى نقدر نشتغل عليها، نبدا مثلا نقول له ان احنا عايزين نعمل لها كيرتن جريد مثلا، او نعمل لها ميلينيوم. فنبدا نرسمها بالشكل دوت. عندي اول سيجمنت يعني هاخدها من اولها لاخرها. بالشكل دوت. وان سيجمنت يعني بيعملها بس الواحده بس. بالشكل دوت. قول اكسبت بيكت يعني هيعملها ايه؟ هيعملها كلها ما عدا هيديني خط احمر اهو. تقدر تقول له مثلا الحته دي والحته دي. تمام؟ وتدوس في اي مكان هيعملها كلها ما عدا الحتت اللي انا عملتها بيكت، يعني عملت له هنا وهنا فشلهم، انما الباقي كله اتعمل. طيب الناس تطبق انها ترسم حيطه وترسم الزجاج اللي فيها. Gracias.
خليها بقى اروح للوحه الجراوند زي ما كنا بنعمل امبارح في الجراوند. عايز ادخل لوحه الاوتوكاد طيب عايزين ندخل الاوتوكاد زي المره اللي فاتت. هقول له انسيرت واقول له اوتوكاد واقول له ان انا عايز الفلور بتاع الجراوند. تمام اهو اورجنت اورجن كرنت فيو اونلي والكلر زي ما انت عايز اللير زي ما انت عايز الامبورت يونت احسن حاجه تبقى اوتو ديتكت اوبن ظهر معايا بالشكل دوت. طيب انا عايز اخلي الاوتوكاد هو اللي فوق هعمل سيلكت. عايز اخلي الاوتوكاد هو اللي فوق الشغل هعمل سيلكت واقول له بدل باك جراوند اخليها في الفور جراوند ظهر معايا. طيب تلاحظ هنا ان في تقريبا هنا شباك موجود اهوت. تمام سواء بقى هتعمله كورتن وول او شباك انت اللي بتصمم يعني ماشي. طيب دي في الواجهه اللي ايه بتاعت الفرونت اللي هي ديت ماشي. الناس معايا ولا في حد عنده مشكله؟ عيد تاني. طيب حاضر. طيب انا هلغي الاوتوكاد وندخل الاوتوكاد تاني. انا لغيت الاوتوكاد جيت الغيه رفض بيقول لي ليه عشان هو معمول له بين. هقول له ان بين واقول له ديليت. طيب هدخل الاوتوكاد هقول له انسيرت واقول له لينك كاد. ايه الفرق بين لينك كاد وامبورت كاد؟ اللينك كاد لو حصل تعديل مظبوط يتعدل معايا في قلب الريفي. طيب هقول له ان انا عايز الجراوند بلان اي واحده فيهم مفيش مشكله. تمام انا بس ايه بعدت عن في واحده خاصه بالفلور لو انت عايز تعرف معلومات عن الفلور اقول له اوبن. طيب دلوقتي الاوتوكاد عايز اخليه هو اللي يطلع فوق فعلم عليه واقول له بدل ما هو في الباك جراوند يبقى في الفور جراوند. طيب تعالى بص هنا دي الواجهه اللي هي الفرونت. عندي في هنا ايه في زي شباك موجود هنا معمول كيرتن. في كيرتن تاني لو بصينا هنا في الفرونت بتلاقي هو بس الكيرتن ده اللي موجود في الدور الارضي. ده الكيرتن ده اللي موجود في الدور الارضي. الناس معايا؟ طيب هاجي هنا واقول له ان انا عايز ارسم الكيرتن. هقول له وول اركتكتشر وبعد كده هقول له ان انا عايز ارسم كيرتن وهبدا ارسم الكيرتن في الجزء دوت. طيب هروح بقى للفرونت وابدا اشوف الشغل اتعمل ازاي. هو رسمه تقريبا بنفس الارتفاع بس ممكن من تحت مثلا محتاج ان هو يظبط. فمن المقبض بدات ارفعه بحيث ان هو يكون بنفس الحجم. طيب تعالى نشوف بقيه الواجهات بحيث ان احنا نخلص الدور الارضي وعايزين نحط برده الفلور. خلي بالنا الفلور هنا من كام لكام؟ ده 200 ماشي؟ وفي هنا مثلا تقريبا فلور تاني. الحاجات دي لازم برده ايه نعملها معانا. لو في معلومه ناقصه في البلان ممكن ناخدها بالسكشن.
واغلب المشاريع هتبقى انت بتبدا المشروع من الاول، يعني مش ملتزم بالحاجات ديت. بس خلينا نشوف، لو انت جاي لك اوتوكاد مطلوب منك تحوله الريفت، طيب خلينا نبص في الليفت ماشي. اقول له هنا ان انا عايز ادخل لوحه الاوتوكاد لينك كاد، واقول له ان انا عايز الالفيشن اللي هو اسمه ليفت، واقول له اوكي. طيب برضو الاوتوكاد هنا هقول له خلوه لي في الفرونت عشان عايز اشوف الشغل. طيب عندي هنا في كيرتن، وعندي هنا ممكن ده نعتبره مثلا ممكن تعمله كيرتن او ممكن تعمله شباك زي ما انت عايز. طيب ده الليفت، خلينا نشوف كده الليفت في قلب الجراوند اللي هو دوت ماشي. ده هنا عندي عمود، هنا عندي كيرتن وعندي كيرتن، او ده شباك ممكن تحط شباك لو انت عايز ماشي. في كيرتن تاني، لو انا عايز اخلي الاوتوكاد يظهر فوق فبعلم سيلكت على الاوتوكاد، بلاقي عندي حاجه اسمها درو لاير الفرونت او باك. تمام، لو مش ظاهره معايا يبقى في مشكله، وانا بعمل انسرت الاوتوكاد علمت او شلت العلامه من كارنت فيو اونلي. لو انا شلت العلامه من هنا هو بيحطه في المشروع ككل، فما بيبقاش العلامه دي ظاهره اللي هي درو لاير. طيب انا هنا عندي ايه، في في هنا ممكن تعملهم شباك، يعني تاخد كده ارتكشر وتقول له ويندو، وتبدا تشوف لو انت عندك ويندو مثلا تختار المقاس بتاعها، وطبعا تقدر تغير المقاسات زي ما انت عايز. ماشي، يعني ممكن تاخد مثلا اهو، خلينا نجرب مثلا نحط هنا، عايزين نخلي الشباك دوت او انهي شباك، اي شباك ممكن ناخده ونغير الاسهم بتاعته لحد ما نوصل للمقاس اللي احنا عايزينه. تمام، طيب وليكن مثلا الشباك دوت هقول له دي اي من هنا لهنا، ده ايه 1100، ومن هنا لهنا 500. لو انت عايز تعمل لكم شباك هتعمل سيلكت هنا وتقول له ايديت تايب دوبليكيت، وهنسمي ده مثلا ايه 1100 بكام بقى، حد يفكرني؟ 500. تمام اوكي، وانا اقول له ايه 1100، وانا اقول له ده 500. تمام خلاص، بتاخد بقى الشباك دوت وتحطه في المكان بتاعه. تمام، وده برده نفس الفكره برده في الشباك دوت، بتبدا تاخد المقاسات بتاعته وشكله وتختار. طيب احنا عايزين نشوف الكيرتن وول، ممكن نعمل دي ازاي الكيرتن وول ديت ماشي. جراوند، فين الكيرتن وول؟ تالي الحته ديت. طيب خلينا نشوف كده، هي الحته دي كيرتن وول اللي هي دي، شايف الحته دي؟ هي دي الكيرتن وول بتاعتي. طيب عايز ابدا ارسمها. طيب هقول له هنا وول، واقول له ان انا عايز ارسم الكيرتن وول بتاعتي من هنا لهنا. تمام، تعالى نشوفها في 3D. احنا كنا رسمناها هنا اللي هي ديت. تمام، طيب ثانية في حاجة، دي كيرتن وول، تعالى نشوف 3D اهيت. اللي هي دي اهي اهي. طيب لو انا عايز ارسم حته في النص، عايزين نرسم مارينا في النص، اقول له ان انا عايز ارسم جريد من هنا لهنا بالمثل اللي انا عايزه، اول سيجمنت يعني من اولها لاخرها، وان سيجمنت يعني هياخدها ومش هيكملها، اول اكسبت هيبدا يرسم خط ماشي اهو، ويبدا يقول لك انت تعمل اكسبت للحاجه اللي انت مش عايزها. ايوه، انا قايمه. طيب انا عندي ايه، عندي ان انا وانا برسم الكيرتن بقول له ان انا عايز ارسم مالينيا، فبيبدا يقول لي انت عايز ترسم ايه،
جريد لاين، لو انا برسم الكيرتن جريد بيقول لي اول سيجمنت. اول سيجمنت يعني ايه؟ يعني هاخد الحاجه من اولها لاخرها بالشكل دوت. تمام. طيب عندي 1 سيجمنت يعني من هنا لهنا بس، بياخد واحده بس وما يكملش. طيب قول لي اكسبت بيكت، يعني هياخدها كلها من اولها لاخرها ما عدا، هيديني فرصه ان انا اعمل ايه؟ استثناءات من هنا لهنا ومن هنا لهنا. تمام. وبعد كده بص الحته بره يبدا يرسمها لي. فانا كده رسمت ايه؟ الكيرتن دي. تمام. طيب الناس تبدا تجرب عشان نبدا نرسم ايه؟ الفلور. طيب لو احنا عايزين نعمل بقى فلور، لو احنا عايزين نعمل الفلور. تمام. طيب تعال نبص كده، بلاقي عندي هنا الغرفه دي اسمها ديننج، وعندي ريسبشن، وكتب لي الفلور هنا بلس 30. طيب خلينا نعمل فلور. طيب بلس 30 ديت لو احنا دخلنا كده في الالفيشن،
نفتكر الارتفاعات اللي احنا عاملينها. الجراوند كان بلس 30، يبقى انا هعمل الزيرو بتاع ال 30 ما فيهاش اي مشكله خالص. تمام؟ انا يعني كده برسم على الجراوند، يبقى كده كده هو واخد البلس 30. طيب خلينا نقول له هنا احنا عايزين نرسم في اي اختلافات، الغرفه دي فيها اختلاف في الفلور. تمام؟ احنا مش بنتكلم رفع، احنا بنتكلم في التصميم المعماري، ماشي؟ اهو ده بلس 30، ده بلس 30. تمام؟ طيب بلس، نعم بلس بلس، يعني انت طالع على مستوى الجراوند بتاعك على مستوى 30، ماشي؟ فانت هتبقى شغال على ايه؟ على الصفر، لان كده كده الجراوند 30. طيب هقول له انا عايز اعمل فلور، فين الفلور؟ اهي، واقول له ان انا عايز اعمل اركتكتشر فلور، وابدا امشي. ممكن تستخدم اللي هي الوول، مفيش اي مشكله خالص، وممكن تنوع، يعني ممكن تمشي شويه كده وشويه كده. تمام؟ اهي ماشي. ممكن تقول له مثلا دي اهي، انا عايز اعمل ايه الحاجات كلها اللي هي 20 ناخدها كلها مع اللي هي كلها 30 مع بعض. تمام؟ طيب هناخد معانا السلم ولا لا؟ ماشي، مش هناخد معانا، هناخد السلم. ماشي. لا. طيب انا سبت ال 30 ديت هعملها لوحديها. تمام؟ اللي ان هو خط يقعد يكمل معايا. لو انا برسم بدي يعتبر بول لاين، لو انا برسم باللاين. طيب وبعد كده هقول له بقى ايه، ترم، وابدا احدد الخطوط بتاعتي. لازم الشكل يكون مغلق، لو مش مغلق مش هيقدر يعمل الفلور. ماشي؟ ايه. لما تخلصها خالص هتقول له اوكي، هيبدا يعمل لك الشغل بتاعك. ماشي؟ وتقدر تعدل، يعني بعد شويه ممكن تقول له مثلا لا ده انا عايز الفلور مثلا من هنا مثلا. تمام؟ قلت له موافق. طيب بيجاب لي رساله بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو في اي حوائط موجوده تحت هتفضل هتكمل لحد ما ايه؟ يتعمل لها تشمل مع الفلور. لو في اي حوائط تحت هقول له دونت اتش، مش عايز. طيب تعالى بقى نشوف. طيب بقول له اوكي، أو هو عمل لي الارضيه بالشكل دوت. تمام؟ دي الارضيه دي سيراميك، اعتقد السيراميك ده هيبقى في الحمام، فاحنا ممكن نختار نغير نوع الحاجه اللي احنا عايزينها. تمام؟ الفلور نفسه ممكن نختار مثلا ايه؟ انت اللي بتعمل ماتيريال بقى، شوف انت عايز تعملها ايه؟ ماربل مثلا. تمام؟ ممكن تدخل هنا ايديت تايب وتبدا تختار الحاجه اللي انت عايزها، الاستراكشر هو تقدر تختار اذا كنت مثلا عايز فينش او حاجات في الانتيريو ديزاين زي ما انت عايز. نختار انهي واحده؟ ايه رايكم؟ انا اخترتها بروسلين. ماشي؟ دي سمكها قد ايه؟ دي 100 اعتقد، دي فينش بس ما فيهاش ال. طيب انا اخترت دي مثلا. تمام؟ طيب ابداوا اعمل الفلور بنفس الفكره، وانا هكمل برضو بقيه الحاجات ديت. دي مثلا انا عايز اعرف ارتفاعها كام. تمام؟ خلينا نخش كده في الجراوند، وعايز اعرف الارتفاع، هل انا ماشي مظبوط ولا لا. ماشي؟ طيب الناس تركز معايا في الحته دي. انا دلوقتي الفلور مش ظاهر معايا هنا خالص، الفلور مش ظاهر معايا. ليه مش ظاهر معايا؟ حد ممكن يفكر ليه مش ظاهر معايا؟ مظبوط مظبوط. ممكن بقى ادخل في الفيو رينج واقول له ايه، انزل لي بس 10 سم ماينس 100 ماينس 100. طيب ماينس 200 200، وخليني مثلا ايه هاند، اقول له في في، اتاكد ان الفلور شغال. شغال. طيب انا هعمل حاجه كده معينه في الفلور، الفلور هقول له كلير. اوكي اوكي اهو كده انا عامل سيلكت على الفلور، كده الفلور ظهر معايا. طيب الفلور كده ظهر معايا. طيب انا عايز الفلور دوت
اعرف ارتفاعه كام، هاجي هنا على انوتيت واقول له اظبط الفيشه، فقال لي ان هو فعلا بلس 30. تمام. طيب لما هرسم الثاني بقى، تعالى نرسم الكيتشن واقول له مثلا فلور، ده انا عايزه يبقى ايه، ينزل 10 سم، فاقول له هنا في الارتفاع ماينس 100، واختار طبعا حاجه ثانيه، وليكن مثلا انتوا ايه رايك نختار ايه؟ مثلا اي حاجه انت عايزها. تمام. واقول له ان انا عايز الكيتشن هنا، تمام. طيب خليني اقول له بقى ان انا عايز احط الانوتيت اظبط الافيشن بقى كام؟ بقى 20. الناس معايا؟ عايزين نرسم فلور ونبدا نحط عليه الارتفاع بتاعي. Gracias.
طيب نكمل نكمل. طيب احنا دلوقتي عشان ترسم شكل لازم يكون شكل مغلق. يعني لو جينا نرسم مثلا غرفه زي ديت لازم اقفل الشكل، لازم اقول له انا عايز ارسم فلور واقول له اركتكتشر وابدا اقفل الشكل بتاعي. تمام؟ لو انا في خط مش مقفول هيبدا يعترض عليه. طيب انا ممكن اقفل الشكل ده اهوت. تمام؟ طيب عندي اوبننج زي دي فاروح معلم عليها، هو على طول يعمل حسابه ان في هنا فتحه هنا. تمام؟ طيب اقول له موافق. برضو الاليفيتور بيبقى فيه فتحه تحتيه. طيب لو جينا هنا مثلا بلاقي عندي هنا حاجه اسمها ايه؟ السلاب. في عندي هنا زي سلم صغير، ممكن بدل ما نعمل سلم نبدا نشوف الارتفاع بتاعه ونرسمه احنا. يعني على سبيل المثال هقول له مثلا ان دي اشوف دي على ارتفاع كام؟ 30. طب ودي على ارتفاع كام؟ ممكن اجيبها من الاليفيشن، تعال نقيسها. دي على ارتفاع 30 دي اول. من هنا لهنا. ماشي؟ طيب الثاني على ارتفاع كام؟ دي على ارتفاع كام من هنا لهنا؟ دي 166. طب على ارتفاع كام؟ هروح لانوتيت واقول له اثبت الفيشن وابدا اشوف الارتفاع بتاعي. بلس 18. تمام؟ ودي على ارتفاع كام؟ 30. كده انا عرفت المعلومات بتاعت الدرجه دي والدرجه دي. ممكن اقول له بقى ايه؟ انا هرسمها كفلور. طيب هقول له فلور وهبدا ارسم اللاير ديت وارسم اللاير ديت. اقول له مثلا من هنا اهي هرسمها كلها لاين المره دي. من هنا لهنا 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 لهنا. تمام؟ ده على الارتفاع كام؟ 30 من الجراوند يبقى زيرو. تمام؟ اوكي. الناس معايا ولا في مشاكل؟ طيب هرسم مثلا اللير اللي تحت ديت. دي على ارتفاع كام قلنا؟ قلنا انها على ارتفاع هننزل قد ايه؟ هننزل من هنا لهنا 146. تمام؟ فاروح للجراوند وعايز ارسم الحته اللي تحت دي ماينس 146، فاقول له انا عايز ارسم فلور واختار هنا ماينس 146.
من هنا لهنا 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 بالشكل ده واقول له مثلا تمام. تعال نشوفها كده في 3D. طيب في مشكله هنا الناس ملاحظاها ان في هنا فراغ، فدي ممكن نحلها ازاي؟ ان انا هدخل هنا واختار، ممكن اختار الفلور تكون ايه اكبر منها شويه اظن ديت اهي بالشكل ده. فكده بقى عندي الدرجتين، وبعد كده عندي السلم اهوت، وعندي اللي هي الكيرتن ولا هيت بالشكل دوت تمام. طيب الناس ترسم الدرجتين دول عشان
انا حصلت اوامر ظريفه كده تمام، يعني هنتكلم في حاجات كده ايه سهله ولذيذه ماشي. طيب انا الفلور دوت وليكن الفلور ده عايز ارسم عليه حاجه كده شكلها حلو، كل مره هناخد حاجه ظريفه تمام. يعني خلينا نتخيل ان انا عندي الشكل دوت وعايز ارسم جواه مثلا دايره، عايز ارسم جواه اي حاجه معايا. طيب ممكن نعملها ازاي؟ هنشوف كذا طريقه دلوقتي. يعني انا ممكن هنا في الفلور دوت اقول له ايديت باوندري ماشي، وبعد كده هرسم جواه دايره تمام واقول له اوكي معايا، وبعد كده هرسم دايره جوه الفلور بس هديها ماتيريال مختلف تمام. دي طريقه وهنشوف طريقه ثانيه خالص. الفكره ان انا عملت اثنين فلور وكل واحده فيهم اديتها خصائص مختلفه ماشي. هعمل ايه؟ هاجي على الفلور ديت واقول له رايت كليك واقول له كريت سيميلر ماشي، وخلينا قاعدين في الجراوند. فاجي بقى على الدوريه دي وابدا ارسمها. ارسمها ازاي؟ اقول له ان انا عايز كريت سيميلر، وهقول له ان انا عايز ارسم دايره، وهاجي هنا واقول له اس سي. اس سي اختار ايه؟ سناب سنتر، وابدا ارسمها بالشكل دوت. قلت له اوكي معايا، ودي هديها نوع مختلف ماشي. بقى انا معايا كده ايه شكلين مختلفين. لو انا عايز اغير الرؤيه باجي هنا واقول له مثلا عايز حاجه ادق مثلا، او عايز حاجه شديد مثلا بالشكل ده. طيب لا في طريقه ثانيه احسن من كده تمام. طيب انا عملت تراجع وهنعمل حاجه ثانيه، حاجه لذيذه قوي. من قائمه موديفاي، من قائمة موديفاي بلاقي امر كويس قوي بالناس المعماريين والانتيريور ديزاين، اللي هو ايه؟ ان انا هاجي هنا شايف عندي حاجه اسمها سبليت فيس. سبليت فيس يعني ايه؟ يعني هاخد واجهه سواء في الحيطه في الفلور في اي مكان، وهاخدها وابدا اشكلها، فاقول له سبليت فيس. سبليت فيس، فابدا اختار الشكل دوت كده. بيقول لي ارسم اللي انت عايزه سبليت فيس. هرسم مثلا شكل بولجم بالشكل دوت تمام، واقول له اوكي. الناس تركز في الزرار اللي انا اخترته. انا اخترت سبليت فيس، تحتيه على طول في حاجه اسمها بنت، اللي هو ان انا هديله ماتيريال لوحده. هقول له بنت ماشي، وابدا اختار الماتيريال اللي انا عايزها بالشكل ده تمام. طيب تاني، لو انا عايز اعمل شكل في الحيطه مختلف، فاقول له سبليت فيس واختار الفيس اللي انا عايزه، سواء فلور وول زي ما انا عايز، وابدا ارسم الشكل اللي انا عايزه. واقول له اوكي. سبليت فيس موجود في قائمه موديفاي، تحتيه على طول بنت. بنت بختار الماتيريال اللي انا عايزها وود مثلا، واخترت كده، فبدا يديني ماتيريال مختلف ماشي. تاني سبليت فيس، بختار الماتيريال اللي انا عايزها تمام، وبعد كده ببدا ارسم اللي انا عايزه اي شكل، بس لازم يكون جوه، لازم يكون مغلق وجوه الشكل اللي انا عايزه مش براه. وبعد كده هقول له انا عايز بنت، واختار الماتيريال واختار الحاجه اللي انا عايزها بالشكل ده. الناس تجرب وان شاء الله ماشي. Thank you.
I'm going to go to the next one.
طيب كده احنا شفنا ازاي نرسم الشكل دوت. طيب ايه؟ لا لا هناخد حاجات ما لهاش علاقه بالشغل خالص. طيب طيب شايفين القائمه اللي تحت ديت؟ الناس شايفه القائمه اللي تحت خالص؟ على اليمين تحت خالص عندي حاجه اسمها، عندي حاجه اسمها ايه؟ سيلكت لينك. سيلكت لينك يعني ايه؟ الحاجات دي اللي احنا بنشايفينها دلوقتي سيلكت اندرلاي وبند اليمنت والحاجات دي معناها ايه؟ معناها ان العنصر لو في خاصيه معينه انا مش هقدر اعمل عليه سيلكت. يعني اجي اعمل سيلكت على حاجه ما اقدرش. ليه؟ تعالوا نشوفهم واحده واحده. اول واحده ده لو الامر ده معمول له لينك، يعني لو في حاجه انا ساحبها اكسرف مش هقدر اعمل عليها سيلكت، مش هقدر اعمل عليها سيلكت. يعني لو انا ساحب لينك وجيت ادوس مش هيقدر. طيب اللي بعد كده اندرلاي اللي هو ايه؟ لو في حاجه انا شغال في دور وفي حاجه في الدور اللي تحتيه ما اقدرش اعملها سيلكت عشان ما احركش حاجه من غير ما اقصد. بمعنى ايه؟ خليني واقف هنا مثلا في الفيرست فلور، ماشي، انا كده واقف فين؟ في الفيرست فلور. عندي حاجه هنا خاصيه اسمها اندرلاي. اندرلاي يعني ايه؟ يعني انا شايف الدور اللي تحتيه، تمام، اندرلاي. فبقول له انا عايز اشوف الشغل اللي موجود مثلا في الجراوند، ماشي، فهيبدا يجيب لي بعض الحاجات. شايفين الجراوند ده ظهر معايا؟ لو انا لغيت الخاصيه وقلت له نان هتلاقي الشغل اختفى. دي حاجه اسمها اندرلاي، يعني بشوف الشغل اللي في الدور التحتيه. يعني انا عايز ارسم حيطه على نفس الحيطه اللي في الدور التحتيه، ماشي. طيب هقول له هنا ايه؟ جراوند. لو انا علمت على الخاصيه اللي اسمها سيلكت اندرلاي اليمنت، كده انا بعمل سيلكت. شايفين لما شفت العلامه انا قادر اعمل سيلكت على الفلور. طيب لو قلت له لا خلاص انا مش قادر اعمل سيلكت على الاندرلاي، اندرلاي الاندرلاي انا شايفه بس مش قادر اعمل عليه سيلكت اهو. طيب لو شفت العلامه هقدر اعمل عليه سيلكت. طيب اللي بعد كده اسمها بنت. طيب خلينا نقف في الجراوند. انا عملت سيلكت على دوت وقلت له ايه؟ بند. بن يعني ايه؟ بن يعني ايه؟ يعني بن يعني ما اقدرش احركه، تمام؟ خلاص انا قلت له ايه؟ انا عايز ما اعملش سيلكت على البن، فلما اجي اعمل سيلكت عليه يرفض، يعني انا مش قادر اعمل عليه سيلكت اصلا، مش قادر اعمل عليه سيلكت. لو شلت العلامه ديت اقدر اعمل سيلكت زي ما انا عايز. تمام؟ طيب اللي بعد كده في حاجه اسمها سيلكت اليمنت باي فيس. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي مثلا حيطه او فلور او كده اقدر اعمل سيلكت بان انا بدوس على اي جزء فيها. لو شلت العلامه دي ما اقدرش اعمل سيلكت غير من جنب، ان انا اجي على الحافه بتاعتها. تمام؟ طيب نقولهم تاني كلهم. اول واحده بتاعت اللينك، لو انا ساحب لينك يعني انا شغال معماري وساحب استراكشر معايا، فانا مش عايز بدون ما اقصد اعمل سيلكت الحاجه خاصه بالانشائي، فانا بشيل العلامه ديت. كده لما اجي اعمل سيلكت على اي حاجه، حاجه معمول لها لينك يرفض. طيب اللي بعد كده سيلكت اندرلاي اليمنت، لو انا في دور مش عايز اعمل سيلكت على اي دور تحتيه، ماشي. طيب بعد كده سيلكت بند اليمنت، يعني لو حاجه مقفوله، يعني لو انا عملت مثلا العمود دوت قلت له بند، خلاص كده معمول. لو انا قفلتها خلاص انا مش قادر اعمل سيلكت على العمود نفسه، اقدر اعمل سيلكت على اي حاجه ينفع انما ما عدا العمود. لو انا عملت سيلكت وسحبت كده كله هيجي معايا ما عدا العمود، ماشي. اي حاجه معمول لها بند مش هينفع تيجي معايا. طيب بعد كده في عندي حاجه اسمها سيلكت اليمنت باي فيس، ان انا اقدر ادوس على
الواجهه بتاعت الحيطه او الواجهه. ايوه طيب هنلاقي بعد كده حاجه اسمها ايه دراج اليمنت اون سيلكت، يعني اعمل سيلكت واسحب، يعني عندي عمود هنا اعمل سيلكت من اول دوسه واسحبه تمام، يعني اعمل سيلكت في نفس الدوسه بتاعت الزرار واسحب، بدوس شمال واسحب. طيب لو انا لغيت العلامه ديت، لو انا لغيت العلامه دي هدوس ما يسحبش معايا، هيدوس وما يسحبش معايا، لازم ادوس واشيل الماوس وبعد كده ادوس تاني واسحب تاني، ناخد الاوامر تاني وخلاص على كده. عندي حاجه اسمها سيلكت لينك، لو انا ساحب لينك اقدر اعمل عليه سيلكت ولا لا. تاني واحد اللي هو سيلكت اندر لين، لو انا في الدور الفيرست اقدر اعمل سيلكت للدور اللي تحتيه ولا لا. ماشي، طول ما انت شغال هتلاقي نفسك بتحاول تعمل سيلكت على حاجه مش قادر، فمن الاوامر ديت تقدر تعمل عليها سيلكت. بن لو حاجه معمول لها بن زي كده، مثلا عملت انا بن مثلا العمود ده عملت له بن، اجي اعمل سيلكت، انا قفلته لا، لما اجي اعمل اقفل اجي اعمل سيلكت ما يرضاش يعمل سيلكت اصلا، يعمل سيلكت للحيطه للارضيه، انما العمود لا. اللي بعد كده element by face، لو انا عندي فيس زي دوت زي الفلور دوت وحاولت اعمل سيلكت هيرفض. طيب دراج element by selection يعني ايه؟ لو انا سايبها اقدر ادوس مره واحده شمال على الحاجه واسحبها. بص ان العمود مش راضي اصلا نعمل سيلكت عشان هو معمول له بند، اعمل سيلكت واسحب في نفس الدوسه، في نفس الدوسه ادوس واسحب. لا بيعمل موف تمام. طيب دي كده يعتبر ايه الاوامر بتاعت النهارده الناس تطبق، وممكن بدل ما تطبق في المشروع اللي انا مديهولك هو مشروع بسيط، طبق في اي مشروع موجود هنا في الشركه وتخيله وشوفه، لو في اي مشكله ايه نبدا نتكلم فيها ان شاء الله تمام. عايزين نكمل انا يعني